عند الأشاعرة، عند الكلابية قبلهم، عند الماتريدية حصل عندهم التخبط مع ما عند هؤلاء جميعا من الهوى والضلال. نرد على بعض استدلالات الكلابية والأشاعرة من كون القرآن هو كلام الله ماذا؟ النفسي. قالوا هم، احتجوا هؤلاء أولا احتجوا بحجج كثيرة لكن أخذنا بعضها. قالوا احتجوا بكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي عند البخاري في صحيحه، لما قال زورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي كلاما فجاء أبو بكر فزاد عليه، فقالوا هذا يدل على أن المقصود بالكلام هو الكلام، لأنه قال زورت في نفسي كلاما، فقالوا المقصود بالكلام هو الكلام النفسي. الجواب على هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن التزوير معناه في اللغة كما قال الأصمعي إصلاح الكلام وتهيئته، أن التزوير كما قال الأصمعي في اللغة إصلاح الكلام وتهيئته، فمعناه إذن أنه هيأ وقدر كلاما في نفسه ولم يخرجه بعد. فهنا قيد الكلام بماذا؟ بالنفس. وإنما كلامنا أنه هو الكلام على الحقيقة دون تقييد، هنا قيده في النفس فقط، وقدر كلاما في نفسه ولم يخرجه بعد، فليس كلاما حتى يخرجه، فليس كلاما حتى يخرجه. ونزيد هذا الوجه بيانا أن من نوى وقدر في نفسه أنه سيصلي، أن من نوى وقدر في نفسه أنه سيصلي ولم يصلي، فهل يقال عنه أنه صلى في نفسه؟ الجواب بلا شك لا، الجواب بلا شك لا. الوجه الثاني لو صح ما قالوه لكان موافقا لمذهبنا لا لمذهبهم. الجواب الوجه الثاني لو صح ما قالوه لكان موافقا لمذهبنا لا لمذهبهم، فإنهم يعدون مطلق الكلام كلام النفس. الكلابية والأشاعرة يعدون مطلق الكلام، أي الكلام بإطلاق يقيدونه أنه هو الكلام إيش؟ النفسي. فإنهم يعدون مطلق الكلام كلام النفسي. أما نحن أهل السنة والجماعة فعندنا مطلق الكلام اللفظ والمعنى جميعا، اللفظ والمعنى جميعا، وقد يراد أحدهما بقرينة، وقد يراد أحدهما بقرينة، وهي موجودة في قول من؟ أجيبه، في قول عمر لما قال زورت في إيش؟ في نفسي. هي موجودة في قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال زورت في نفسي، وهي موجودة هذه القرينة في قول عمر المذكور سابقا، ألا وهو التقييد بالنفس. فكيف صححتم تعريف الكلام المطلق بالكلام المقيد؟ فكيف صححتم تعريف الكلام المطلق بالكلام المقيد؟ وهذا كذلك هو رد لما استدلوا به من جهة اللغة، أنه قالوا أن أهل اللغة يقولون قلت كلاما في نفسي أو كذا في نفسي إلى آخره، فإن هذا بلا شك أنه مقيد بماذا؟ بالنفس. لكن إذا أطلق لا يستفيد منه السامع إلا الكلام الملفوظ على الحقيقة. ثانيا من شبهاتهم واستدلالهم، استدلوا بشعر للأخطل النصراني وهو منسوب له أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والجواب على هذا من وجوه. الوجه الأول كما قال ابن قدامة رحمه الله، قال إن هذا كلام شاعر نصراني
عدو لله وعدو لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذا الكلام كلام شاعر نصراني، عدو لله وعدو لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعدو لدين الإسلام. أفيجب اطراح كلام الله، أفيجب اطراح كلام الله وكلام رسول الله وسائر الخلق تصحيحا لكلامه؟ قال: كلام شاعر نصراني عدو لله وعدو لرسول الله وعدو لدين الإسلام، أفيجب اطراح كلام هذا كلام الله وكلام رسول الله وكلام سائر الخلق تصحيحا لكلام هذا النصراني وحمل كلامهم على المجاز صيانة لكلام هذا النصراني؟ فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني: تحتاجون إلى إثبات هذا الشعر أو هذا البيت ببيان إسناده ونقل الثقات له، ولا نقنع نحن أهل السنة بشهرته، ولا نقنع نحن أهل السنة بشهرته، فقد يشتهر الفاسد وقد قال أبو محمد الخشاب إمام أهل العربية في زمانه: فتشت دواوين الأخطل العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها. قال أبو محمد الخشاب إمام العربية في زمانه: فتشت دواوين الأخطل العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها. كذلك ثالثا: لا نسلم لكم أيضا أن لفظه على ما قد ذكرتموه، وإنما قد نقل أيضا أنه هذا البيت أنه على النحو التالي: إنما قال إن البيان أو إن البيان من الفؤاد فحرفوه وقالوا الكلام، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فحرفوه وقالوا قالوا الكلام. وجه الرابع: أن الأخطل شاعر مولد لا يحتج بشعره في اللغة العربية، حتى ولو ثبت عنه ذلك فهو من الشعراء المولدين، فلا يحتج بقوله وبشعره في اللغة العربية. الوجه الخامس: المولدين الذين جاءوا من بعد يعني في العصور المتأخرة، نعم هم متأخر بلا شك حتى من كان أمويا، والمولد يعني الذين بعضهم قال الذين إما متأخرين أو أنهم في الأصل ليسوا من أهل العربية. السادس أو الخامس: الأخطل كما سبق معنا أنه نصراني، فهو من أهل التثليث، ومعلوم أن النصارى قد ضلوا في كلام الله سبحانه وتعالى، فإنهم قد جعلوا المسيح هو كلام الله، قد جعلوا المسيح هو كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يحتج بمن قد ضل أصلا في كلام الله سبحانه وتعالى؟ الوجه الثالث والأخير: أن هذا تجوز يراد به أن الكلام من عقلاء الناس إنما يخرج بعد التروي واستحضار معانيه في القلب، كما قيل: لسان الحكيم من وراء قلبه، لسان الحكيم من وراء قلبه، فإن كان له محل قاله وإن لم يكن سكت، وكلام الجاهل على طرف لسانه.
قالوا كما قيل لسان الحكيم من وراء قلبه، يعني أول أمر يمر الكلام على إيش؟ قلبه، ثم يخرج إلى لسانه. لسان الحكيم من وراء قلبه، فإن كان له محل قاله، وإن لم يكن سكت، وكلام الجاهل على طرف لسانه. وهذا مما استفدناه من شيخنا الشيخ عبد الله غديان رحمه الله عز وجل، فإنه قسم أحوال الناس في الكلام إلى ثلاثة أقسام. قال: هناك من الناس من يتكلم ثم يعرض كلامه على قلبه أو على فكره، فهذا خطأه أكثر من صواب، يتكلم قبل أن يفكر. القسم الثاني أنه يتكلم ويفكر، وهذا غالبا صوابه وخطأه متساويان. القسم الثالث أنه يفكر ثم يخرج الكلمة، فإن كان لها مجال أخرجها، وإلا سكت عنها، وهذا هو الحكيم. وهذا هو الحكيم. والله لو أن الناس أخذوا بهذه الوصية قد ذكرها شيخنا الشيخ الغديان، وهذه فائدة استرادية، والله أن كثيرا من الكلام يعني نسكت عنه ونتكلم به، نسكت عنه ونتكلم به، لكن بعض الناس تخرج الكلمة ثم يفكر فيها أو يتكلم ويفكر، هذا الخطأ وارد عليه، بخلاف الذي فكر في الكلمة وحملها وقلبها في فكره على كل وجه، ثم بعد ذلك نطق بها. فهذه بعض شبه الأشاعرة وكذلك اللابية في هذا الباب، وقد ردنا عليها بما قد سمعتم.